يستطيعه إنسان، يستطيعه كل إنسان بالإرادة العزيمة والإيمان. إنسان مجرد ما آمن إنه هو فيه، ما في شيء اسمه مستحيل، في شيء نحن ما بدنا إياه. هيك أنا بقول الإنسان هو اللي بيخلق إعاقته، هو اللي بيتجاوزها. هي الإرادة والعزيمة والإيمان التي تتحدث عنها ضحى، حولت الظلام من حولها إلى حياة مشعة بالنجاح. أنا عمري 16 سنة، بلش معي مرض فجائي، خلصته بعد سنة ونص، يعني كان في تشخيص خطأ، وصلنا أنه خسرت نظري كليا، راحت شبكية العين. بقيت شي شهرين بالبيت ما بعرف شو بدي أعمل، يعني كانت كلها سواد، يمكن كانت مقارنة مع شو كان في قبل. ضحى خروب لم تستسلم، واجهت بطموحها الكبير المطبات السوداوية، وكانت النتيجة جدار الشهادات هذا. أصبحت أول أخصائية تغذية كفيفة في لبنان، وفتحت عيادتها الخاصة بالاتكال على السمع واللمس. بالامتحانات التطبيقية على طول كان في معي مساعد، أنا بقول خطوات هو بيطبقهم، يعني هو الدكتور بيكون أكيد عم يعطيني العلامة. والامتحانات كمان يعني كانوا كتير متعاونين والحمد لله، كانوا يأمنوا لي على طول قارئ، وأنا بقول إجابات هو بيكتبون، وفي أشياء كنت أعملها على اللابتوب، والكتب كانوا يعطوني إياهم كمان إلكترونيك فيرجنز كرمال أقدر يعني أشتغلهم على اللابتوب وأسمعهم وأدرس مثلي مثلهم. هي فخر عائلتها وشقيقتها خولة التي تسابق الجميع على مساعدتها. نحن كتير فخورين فيها، يعني كلنا مش بس أنا، ويعني هي يعني من أحد الأشخاص اللي ما وقف قدامها ولا عائق. هذه العصا عيناها التي قتلها التشخيص الطبي الخاطئ، رفيقتها الدائمة ومنقذتها في خطواتها، وبها تتنقل من طموح إلى آخر. الصمود الذي واجهت به بلدة مجد العنجر كل التحديات والمصاعب والتهم الباطلة هو الصمود نفسه الذي تسلحت به ابنة مجد العنجر، والذي أمكنها من أن تكون رائدة في عدد من المجالات، ومن هذا المكان تفوق آخر. إلى جانب إعطائها دروسا في مركز البصيرة للمكفوفين، تقدم ضحى برنامجا إذاعيا على إذاعة القرآن الكريم حول التغذية. بخطى واثقة تصعد ضحى إلى الاستوديو، يلاقيها مهندس الصوت الذي شاءت الصدف أن يكون أيضا ضريرا، ليشكلا سويا صورة استثنائية للتميز بما عوضهما به الله. وبطرقة على الزجاج يعلن بدء الحلقة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضحى خروب من وراء الميكروفون بتحييكم، وبرفقني بالهندسة الإذاعية نبيل غدادي. الحلقة انتهت. تخرج ضحى من الاستوديو ليس صوب المجهول، فهي الواثقة بخطواتها، لا تعرف سبيلا إلا باتجاه النور.